السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لمادة العلوم. إن شاء الله هكون معاكم من سبيتا من محافظة مطروح، وهنستكمل مع بعض إن شاء الله الدرس الثاني في الوحدة الثانية. طبعا الوحدة الثانية مكونة من درسين، الدرس الثاني عندي بيتكلم عن تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. هنكمل كده مع بعض. نشوف إن شاء الله النهاردة هنكون الدرس بتاعنا بيتكلم عن ظاهرتين اتنين. الظاهرة الأولى تآكل طبقة الأوزون زي ما في العنوان بالظبط، والظاهرة التانية ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسميها ظاهرة الاحتلال العالمي، أكيد سمعتوا عنها كتير في الدراسات. تمام، إحنا عندنا الظاهرتين دول بقى من حيث طبقات الغلاف الجوي زي ما خدنا كده في الدرس الأول الأربع طبقات. احنا عندنا تآكل طبقة الأوزون، طبقة الأوزون طبعا موجودة في الستراتوسفير، فتآكل طبقة الأوزون دوت الظاهرة دي هتحدث عندنا في طبقة الستراتوسفير. أما ظاهرة الاحتلال العالمي وهي ارتفاع درجة حرارة الأرض، دي طبعا هتكون موجودة في طبقة التروبوسفير. فاحنا هنتكلم الأول عن الظاهرة الأولى اللي هي تآكل طبقة الأوزون في الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله. في نهاية الدرس بإذن الله هنقدر مع بعض كده إن احنا نعرف تركيب غاز الأوزون. غاز الأوزون بيتركب من إيه؟ هنعرف كمان مع بعض خطوات تكوين غاز الأوزون وهنستنتج خطواته مع بعض. بعد كده هندرك أهمية دراسة طبقة الأوزون. طبقة الأوزون طبعا طبقة مهمة في الغلاف الجوي، هنعرف إيه أهميتها بالنسبة للأرض. نتكلم برضو عن التأثيرات الضارة للأشعة الفوق بنفسجية سواء البعيدة والمتوسطة على طبقة الأوزون، وهنعرف إيه علاقة طبقة الأوزون بالتأثيرات الضارة للأشعة الفوق بنفسجية. نتكلم بعد كده وآخر حاجة عن ملوثات طبقة الأوزون. نبدأ كده مع بعض. أول حاجة عندي تركيب غاز الأوزون. طبعا إحنا قلنا طبقة الأوزون دي سنة تانية موجودة في الجزء السفلي عندي في الستراتوسفير. تمام، يبقى انا عندي كام طبقه الاوزون؟ عندي موجوده في الجزء السفلي من الستراتوسفير. تمام، هتتكون طبقه الاوزون ديت بخطوتين اتنين. عشان يكمل غاز الاوزون ويبقى اسري هتبقى على خطوتين. اول خطوه عندنا زي ما احنا شايفين كده، احنا خدنا جزيء الاكسجين مع بعض. لو احنا جينا كده جزيء الاكسجين عندي او 8، تعالوا نشوف ذرتين مع بعض هيعملوا الجزيء. أول واحد الذرة الأولى 2 6، عندي برضو الذرة الثانية 2 6. احنا لو جينا هنا هنشوف الذرة الأولى والذرة الثانية، كل ذرة عندي محتاجة كام إلكترون؟ 2 إلكترون عشان توصل المستوى الأخير بتاعها يكون مستقر. فاحنا عندنا ادي الاو وادي الاو اهي. تمام، كل ذره فيهم هتشارك ب2 الكترون، فاحنا دي هتحط 2 و2، فاحنا بنقول الرابطه بينهم رابطه تساهميه. برافو عليكم، ثنائي. تمام، يبقى الرابطه ما بين ذرتين الهيدروجين اللي هو جزيء الهيدروجين رابطه تساهميه ثنائي. دي اول حاجه، يبقى جزيء الاكسجين عندي موجود الروابط بينه روابط تساهميه ثنائيه زي ما احنا شايفين في اول جزء عندنا دي. تمام، ايه اللي بيحصل لجزيء الاكسجين ده سنه تانيه؟ طبعا طبقه الاوزون من اهم الحاجات اللي هي بتحافظ على الارض، اللي هي بتمتص الاشعه فوق البنفسجيه. تمام، وفي طبعا اشعه هنعرف بعد كده في اشعه فوق بنفسجيه ضاره بتعمل حاجات للارض فبتحمينا منها طبقه الاوزون. بس الأشعة الفوق بنفسجية دي لما بتمتصها جزيء الأكسجين، بصوا كده معايا، بيمتص الأشعة الفوق بنفسجية فبتكسر الرابطة الموجودة هنا كده. بصوا، بتمتص جزيئات غاز الأكسجين الأشعة الفوق بنفسجية، فتعمل إيه في الرابطتين يا سنة تانية؟ برافو، بتتكسر الرابطة اللي موجودة في جزيء الأكسجين وبتكون كل ذرة لوحدها، فبنقول عليها ذرة أكسجين حرة. يبقى أول خطوة عندي عشان يتكون غاز الأوزون عندي جزيء الأكسجين
هيمتص الأشعة الفوق بنفسجية، فالأشعة دي هتؤدي إلى كسر الرابطة الموجودة في جزيء الأكسجين، وهتكون ذرتين أكسجين حرتين كل ذرة لوحدها. يعني لو جيت أكتبها كده معادلة سنة تانية، هقول إن جزيء الأكسجين بيمتص عندي الأشعة فوق بنفسجية أهو، ويديني ذرتين أكسجين حرتين. يبقى دي أول حاجة، يبقى بقى عندي ذرة أكسجين حرة. طب الخطوة التانية بقى سنة تانية، الخطوة التانية بتركيب غاز الأوزون، هاجي كده وألاقي إن ذرة الأكسجين الحرة هتبقى موجودة أهي، هترتبط مع جزيء أكسجين تاني، فيبقى بالنسبة لي كده كام ذرة أكسجين؟ 3 ذرات أكسجين. إذا بتتحد كل ذرتين أكسجين، تمام، مع الذرة الحرة اللي موجودة هنا، تمام، يبقى ذرة الأكسجين الحرة هترتبط عندي بجزيء الأكسجين، وهتكون 3 ذرات أكسجين بسميه غاز الأوزون. غاز الأوزون عندي اللي هو O3، تمام، وهتبقى المعادلة عندي بالنسبة لي ذرة أكسجين حرة ارتبطت مع جزيء أكسجين واداني O3 اللي هو غاز الأوزون. يبقى غاز الأوزون الأكسجين عندي أهو O2، تمام، بيمتص عندي الأشعة فوق بنفسجية، وهيديني ذرتين أكسجين حرتين. ذرة الأكسجين دي هترتبط مع جزيء أكسجين تاني، خلاص، وهتكون عندي O3 اللي احنا قلنا ان هو دوت ايه؟ غاز الأوزون اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. ده كده خطوات تركيب غاز الأوزون. تعالوا نتكلم بقى عن موقع طبقة الأوزون. احنا عشان نتكلم عن موقع طبقة الأوزون أخدناه قبل كده، ونعرف طبقات الغلاف الجوي. احنا قلنا طبقات الغلاف الجوي اهو، تروبوسفير عندنا، وبعدين الستراتوسفير والطبقات التانية. أنا طبقة الأوزون عندي موجودة في طبقة مين يا سنة تانية؟ الستراتوسفير، اللي هي واخدة من أول 13 كيلومتر، تمام، لحد كام كيلومتر؟ 50 كيلومتر، تمام كده؟ تمام. يبقى هي موجودة فين؟ في الجزء السفلي اللي فيه، من أول كام لكام؟ من أول 20 كيلو ل40 كيلو، دي مفروض عندي طبقة مين؟ طبقة الأوزون. يبقى طبقة الأوزون موجودة عندي في الجزء السفلي في الستراتوسفير على ارتفاع من 20 كيلو ل40 كيلو. ليه المكان ده بالذات اللي موجوده فيه طبقه الاوزون بالارتفاع دوت او بالسمك ده؟ لو جيت كده شفت سمك الاوزون، نقصه كده ال 40 من 20 عشان نجيب الحته اللي في النص اللي هي السمك دي، هتبقى كام؟ 20 كيلو متر. يبقى سمك طبقه الاوزون وهي موجوده في الستراتوسفير في المنطقه دي سمكها 20 كيلو متر، تمام. يبقى تعالوا كده مع بعض نشوف، توجد طبقه الاوزون على ارتفاع ما بين 20 ل 40 فوق سطح البحر اللي هي طبقة الستراتوسفير. ليه موجودة طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير؟ ليه مش موجودة في التروبوسفير ولا الميزوسفير؟ إشمعنى موجودة في طبقة الستراتوسفير دي بس؟ طبقة الستراتوسفير دي سنة تانية، دي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي بتقابل الأشعة الفوق بنفسجية اللي جاية من الشمس. يبقى موجودة طبقة الأوزون فيها لأنها أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي موجود فيها الأشعة فوق بنفسجية. رقم اتنين، ان طبقة الستراتوسفير دي فيها كمية مناسبة من غاز الاكسجين، واحنا قلنا غاز الاوزون اصلا بيتكون من 3 ذرات من غاز الاكسجين، يعني عايزين وفرة كمية كبيرة من غاز الاكسجين عشان تتكون عندي طبقة الاوزون. يبقى اول حاجتين ان انا اعرفهم ان طبقة الاوزون ديت موجودة في الستراتوسفير. ليه؟ لان هي اول طبقة من طبقات الغلاف الجوي هتقابل الاشعة الفوق بنفسجية اللي احنا هنعرف بعد كده هل ليها فوائد او اضرار، وكمان ان هي فيها نسبه كبيره من غاز الاكسجين فهتكون عندي طبقه الاوزون. طب هل طبقه الاوزون دي سنه تانيه مهمه؟ قبل ما نتكلم عن اهميه طبقه الاوزون، احنا قلنا ان طبقه الاوزون ديت موجوده في الستراتوسفير وهي اول طبقه بتقابل الاشعه فوق بنفسجيه.
تمام. ايه هي بقى الاشعه الفوق بنفسجيه دي؟ الاشعه الفوق بنفسجيه سنه تانية معروف ان هي بتتقسم لثلاث انواع بس على حسب حاجه اسمها الطول الموجي، وهنعرف بعد كده الطول الموجي دوت بالتفصيل كده في الترم الثاني باذن الله، ومدى نفاذها من طبقه الاوزون. هل الاشعه الفوق بنفسجيه دي بتخترق طبقه الاوزون وتنزل عندنا على الارض، ولا طبقه الاوزون دي بتمتصها كلها ومتخلاش تنزل للارض؟ عندي ثلاث انواع من الطبقات دول. لو احنا جينا شفنا شكلهم كده هلاقي واحده مكتوب الاشعه الفوق بنفسجيه القريبه، وهلاقيها بصوا كده واصله لحد فين؟ واصله لحد سطح الارض، اغلبها كلها يعتبر واصله لسطح الارض. اما الطبقه اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه المتوسطه بصوا كده هتلاقوا جزء كبير منها طبقه الاوزون بتمتصه وجزء تاني بينزل لسطح الارض. اما الاشعه فوق بنفسجيه البعيده اللي هي الزرقاء اللي انتم شايفينها دي، هلاقي ان طبقه الاوزون بتمتصها بص كلها ما بتنزلش اي حاجه على الارض. يبقى انواع طبقه الاوزون بتختلف، انواع الاشعه فوق بنفسجيه بتختلف من اشعه للتانيه على حسب الطول الموجي ومدى النفاذ من طبقه الاوزون. طب الطول الموجي دوت مكتوب عندنا هنا، لو جينا نلاحظ ان البعيده من 100 ل 280 نانومتر. ايه يا ميس النانومتر ده؟ النانومتر ده يا سنة تانية هو وحدة قياس الطول الموجي. يبقى وحدة قياس الطول الموجي هو النانومتر. طب النانومتر ده بيساوي كام؟ 1 × 10^9 متر. حاجة صغيرة أصغر من، يعني 1 × 10^9 متر. زي كده ما بنقول مثلا الطول 5 سنتي، 5 متر. تمام. ده بقى وحده قياس الطول الموجي. يبقى لما اجي اقول الطول الموجي للاشعه فوق بنفسجيه سواء البعيده او المتوسطه او القريبه، فانا وحده قياسها بالنانو متر. يبقى بتختلف من حيث الطول الموجي، وانا بقيس الطول الموجي دوت بحاجه اسمها النانو متر، وكمان مدى نفاذها من طبقه الاوزون، هل يا ترى كلها بتنزل ولا جزء بس ولا ما بتنزلش خالص لسطح الارض. عشان اعرف بقى الاشعه فوق بنفسجيه الطول الموجي بتاعها اللي احنا بنعرفين ان الطول الموجي دوت كام نانو متر، قلنا الاشعه الفوق بنفسجيه البعيده من 100 ل 280 نانو متر، اما المتوسطه فهي من 280 ل 315 نانو متر، والقريبه من 315 ل 400 نانو متر. طبعا نعرف الطول الموجي سنه تانيه لكل اشعه من الاشعه الفوق بنفسجيه الثلاثه. مدى نفاذها بقى من طبقة الأوزون، زي ما احنا كده شفنا إن البعيدة ما نفذتش خالص، يعني لو دي كده طبقة الأوزون هاجي ألاقي إن الأشعة البعيدة بصوا عاملة إزاي؟ طبقة الأوزون امتصتها كلها، يعني مدى نفاذها من طبقة الأوزون لا تنفذ بنسبة كام؟ 100%. يبقى لا تنفذ بنسبة 100%. طب بتنفذ بنسبة كام؟ 0%. تمام. يبقى انا عندي الاشعه البعيده قلنا كلها بتمتصها الاشعه فوق بنفسجيه، تمتصها طبقه الاوزون، وبالتالي اللي هي مش هتنفذ بنسبه 100% لسطح الارض، وبالتالي هتنفذ بكام؟ بصفر، يعني مش هتنفذ خالص. طبعا الاشعه فوق بنفسجيه البعيده دي ضاره جدا على حياه الكائنات الحيه، هنعرف بعد كده دي هي كانت مكتوبة بالتفصيل في كتب قبل كده، لكن السنة دي يعتبر مش موجودة في كتاب المدرسة عندنا الأضرار اللي موجودة. الأشعة فوق بنفسجية المتوسطة سنة تانية لو جيت أشوفها كده هلاقي جزء منها بسيط خالص بينزل من سطح الأرض، والجزء الباقي كله طبقة الأوزون بصوا بتمتصه كله. أهو. يبقى لو أنا قلت كده لا تنفذ بنسبة 95%، يبقى درجة النفاذ بتاعتها كام؟ 5%. يبقى البعيدة ما بتنفذش خالص 0% درجة نفاذها، لكن لا تنفذ بنسبة 100%. أما المتوسطة لا تنفذ بنسبة 95%، لكن بتنفذ بنسبة كام؟ اللي باقيين اللي هم 5%. نيجي بقى للأشعة البنفسجية الفوق بنفسجية القريبة، هنلاقي إن الأشعة دي كلها سنة تانية بصوا كده. مالها؟ بتنفذ بكام؟ ب 100%.
يبقى بتنفذ بنسبة 100%. يعني لا تنفذ بنسبة كام؟ 0%، يعني كلها بتنفذ. تمام. هل هي ضارة للكائنات الحية؟ أكيد، يعني ما دام هي كلها بتنفذ للغلاف الجوي عندنا تحت في طبق في على الأرض، يبقى أكيد ليها أهمية. أهم حاجة طبقة الأوزون القريبة ديت، الأشعة الفوق بنفسجية القريبة ديت سنة تانية، بتعمل على تخليق فيتامين د. واحنا بنعرف كده الأطفال الصغيرين ساعات كده لو عندهم نقص فيتامين د بيحطوهم في الشمس، عشان الشمس أصلا بتمد الجسم أو جسم الإنسان الطبيعي، وأكتر ناس اللي هم حديث الولادة بفيتامين د، وفيتامين د طبعا مهم لإيه؟ للعظام بتاعة الجسم. تمام؟ يبقى أنا لو جيت أقارن ما بين الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة والمتوسطة والقريبة، هقول إن البعيدة لا تنفذ بنسبة 100% وتنفذ بنسبة 0%، أما المتوسطة لا تنفذ بنسبة 95% وتنفذ بنسبة 5%، والقريبة هتنفذ كلها 100% ولا تنفذ بنسبة 0%. وكلهم طبعا ضارة للكائنات الحية ما عدا الأشعة الفوق بنفسجية القريبة، ودي طبعا مفيدة للكائنات الحية اللي هي مسؤولة عن تخليق فيتامين د. من اللي شفناه كده سنة تانية في الأشعة الفوق بنفسجية سواء القريبة أو البعيدة، هنلاقي إن طبقة الأوزون في حاجات حجزتها إن هي ما تنزلش على الأرض، وفي حاجات خلتها تنزل عادي على الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية. عشان كده أهمية طبقة الأوزون إن هي بتعمل كدرع واقي يحمي الكائنات الحية من الأشعة فوق بنفسجية كلها. لا، الأشعة فوق بنفسجية مين؟ الضارة. يبقى تعمل طبقة الأوزون كدرع واقي يحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، دي أهميتها. طب ليه طبقة الأوزون بتعمل لنا كدرع واقي يحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة؟ هنقول لأنها بتمنع خالص نفاذ الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة ومعظم الأشعة المتوسطة من الوصول إلى سطح الأرض، لما لها من أضرار بالغة على الكائنات الحية. يبقى أهميتها إن هي بتعمل كدرع واقي لحماية الكائنات الحية من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، لأنها بتمنع الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة ومعظم الأشعة المتوسطة إنها توصل للأرض، لما لها من أضرار بالغة على حياة الكائنات الحية. إحنا اتكلمنا عن ارتفاع طبقة الأوزون، وقلنا طبقة الأوزون من ارتفاع 20 ل 40 كيلو متر، فبالتالي هي سمكها كام سنة تانية؟ 20 كيلو متر. أهو اللي هو السمك بتاعها ده اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية، إن هو من 20 ل 40، اللي هو هيبقى السمك بتاعها 20 إيه؟ كيلو متر. تمام. ده 20 كيلو متر يا سنة تانية، وهي موجودة في طبقة مين؟ الستراتوسفير. تمام؟ طب تعالوا كده نتكلم، السمك ده لو كان موجود في مكان تاني عن الستراتوسفير، هل هيبقى برضو 20 كيلو متر؟ تعالوا كده نفهمها الأول. أنا دلوقتي لو عندي الطبقة الأولى ودي الطبقة التانية من طبقات الغلاف الجوي، هل الضغط الجوي في الطبقة الأولى زي الطبقة التانية؟ أكيد لأ. إحنا قلنا الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى بيحصل له إيه؟ بيقل الضغط الجوي، صح؟ يبقى أكيد الضغط الجوي موجود في الطبقة التانية أقل بكتير من اللي موجود في الطبقة الأولى. فاكرين الصلصال اللي كنا عاملينه في ما كنا بنتكلم عن الضغط؟ إحنا لما حطينا الصلصال كده كان الضغط عليه إيه؟ خفيف، كرة الصلصال ما اتحركتش. لكن لما أنا جبت كرة الصلصال كده، تمام، حطيت عليها كتاب وكتاب تاني وكتاب تالت، ايه اللي حصل لكرة الصلصال؟ اتضغطت جامد، صح؟ تمام. يعني انا الحاجة لو عليها ضغط شديد اكيد السمك بتاعها بيقل. بدل بصوا ما يبقى السمك ده كله قاعدة اهي شايفينه، بصوا مفيش السمك، مفيش، يعتبر حاجة صغيرة خالص لانها يعتبر اتعجنت كلها على بعض. تمام. يبقى انا لو موجودة طبقة الاوزون في مكان غير الستراتوسفير ده، وكانت موجودة على التروبوسفير، فسمكها هيقدر ايه؟ هيبقى عليه ضغط جوي عالي جدا اكتر من المنطقة اللي هو فيها، فبدل ما هيبقى 20 كيلو الضغط كأن كده حاطين عليها كتب كتير كتير كتير، فالضغط بتاعها بدل ما هي بصوا كده
اللي هما السمك ال20 ده، تمام؟ لا ده ممكن كمان سمكها يبقى، بصوا ما فيش خالص كده، ما فيش هنا سمك، سمكه قليل جدا. هل بالنسبة لنا احنا طبقة الأوزون يبقى سمكها 20 كده، ولا سمكها حاجة صغيرة خالص كده نتيجة للضغط اللي موجود عليها لو كانت في التروبوسفير؟ طبعا العالم اللي اتكلم على الحكاية دي عالم اسمه جيبسون. العالم دوت قال افترض ان سمك طبقة الأوزون لو كانت موجودة عند ظروف الضغط الجوي المعتاد ودرجة الحرارة اللي موجودين عند سطح الأرض كان هيبقى 3 ملي متر. تخيلوا من 20 كيلو متر هتبقى 3 ملي متر، ده تحت الضغط الجوي ايه المعتاد ودرجة الحرارة. وبناء على ذلك افترض ان كمية الأوزون الطبيعية هتكون كام؟ 300. وقال 300 وحدة ديبسون نسبها لمين؟ باسمه. لو احنا جينا شفنا الصورة اللي قدامنا دي، بصوا كده ارتفاع هنا لو هي موجودة في طبقة الستراتوسفير زي ما هي موجودة دلوقتي، بصوا 20 كيلو، شايفين اللي السمك بتاعها قد ايه؟ كل ده، ده 20 كيلو. لو هي بقى موجودة، افترض ان درجة الأوزون الطبيعية 300 وحدة ديبسون، لو هي موجودة فين؟ عند ضغط الجوي المعتاد ودرجة الحرارة اللي هي 0 درجة سيلسيوس أو الدرجة المئوية، هلاقيها بصوا السمك ده، شايفين؟ من كتر الضغط اللي موجود فين؟ في طبقة التروبوسفير، لأن أنا كلما ارتفعت إلى أعلى هيقل الضغط، فبالتالي هيقل الضغط وهي موجودة هنا، فهيبقى سمكها ال20 مش ال3 ملم. اتفهمت يا سنة تانية؟ طبعا درجة الأوزون دي بيحصل فيها تآكل. التآكل اللي موجود في طبقة الأوزون دوت، العلماء لاحظوا سنة 78 إن طبقة الأوزون دي بتتآكل بس فوق منطقة القطب الجنوبي للأرض، وقالوا إن دوت هيسموه بثقب الأوزون. كلنا بنسمع حاجة اسمها ثقب الأوزون. ثقب الأوزون دوت اللي هو التآكل في طبقة الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي للأرض. والتآكل دوت اللي موجود في طبقة الأوزون بيتسع كل شهر سبتمبر من كل عام. طب اشمعنى الشهر ده؟ لأن الشهر دوت بسبب تجمع الملوثات في صورة سحب سوداء. السحب السوداء ديت طبعا الرياح بتدفعها بشكل طبيعي في التوقيت دوت لمنطقة القطب الجنوبي، فعشان كده ثقب الأوزون بيوجد تآكل فيه ويتسع أكتر في شهر 9 من كل عام. يبقى بتقل عندي درجة الأوزون في شهر سبتمبر من كل عام نتيجة طبعا الملوثات اللي موجودة وقلنا بتدفعها الرياح لمنطقة القطب الجنوبي. لو احنا شفنا الكرة الأرضية كده، تمام، في عندنا لون أخضر شايفينه قدامنا كده، وفي عندنا بصوا لون بنفسجي كده. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ لو احنا جينا اتكلمنا عن المنطقة الخضراء دي سنة تانية، المنطقة الخضراء دي منطقة لسه ما حصلش فيها تآكل الأوزون، تمام؟ يعني درجة الأوزون طبيعية فيها اللي هو قال لنا العالم ديبسون اللي هي كام؟ 300 وحدة ديبسون، تمام. أما المنطقة التانية اللي هي البنفسجية دي اللي موجودة في النص دي، دي منطقة حصل بيها تآكل. بدل ما حصل فيها تآكل يبقى درجة الأوزون فيها أكيد أقل من كام؟ من 300 وحدة ديبسون. يبقى أنا عندي المنطقة الخضراء دي منطقة لم يحدث بها تآكل، أما المنطقة البنفسجية دي منطقة حصل بها تآكل ودرجة الأوزون قلت فيها. أنا لو عايزة أحسب درجة الأوزون في منطقة معينة، تمام؟ عندي قانون كده أعرفه عشان أجيب النسبة المئوية بتاعتي في الآخر. درجة تآكل الأوزون في أي منطقة عندي، هنجيب درجة الأوزون الطبيعية. احنا كده كده عارفين ان درجة الأوزون الطبيعية اللي حددها العالم ديبسون اللي هي كام وحدة؟ 300 وحدة ديبسون، تمام، دي درجة الأوزون الطبيعية اللي موجودة. هنقص منها درجة الأوزون اللي موجودة في المنطقة، سواء بقى كانت 100 200 150 على حسب المنطقة اللي هو يداني درجة الأوزون فيها كام. عشان اجيب نسبة مئوية، النسبة المئوية مثلا بنجيبها ازاي؟ لو انت عايز تجيب اي حاجة في المية، بتجيب الحاجة اللي انت جبتها وتقسمها على المجموع الكلي بتاعك وتضربها في 100. ده لو احنا عايزين نجيب النسبة المئوية. فانا عندي درجة تآكل الأوزون اللي احنا جبناها
هقسمها على درجة الأوزون الطبيعية اللي هي 300 وهضربها في 100 عشان تجيب لي النسبة المئوية. طب ناخد مثال أوضح كده عشان يبين لنا ديت. بيقول لي ما نسبة التآكل في طبقة الأوزون في إحدى المناطق، عايز نسبة التآكل. إذا علمت إن درجة الأوزون فيها 150 ديبسون، يبقى ال 150 ديبسون دي اللي موجودة في المنطقة اللي هو عايز يجيب نسبة التآكل بتاعها. يبقى لازم أكتب عندي القانون الأول، أقول له درجة الأوزون أو تآكل الأوزون في المنطقة هتبقى درجة الأوزون الطبيعية اللي إحنا عارفينها كام؟ 300. هنقص منها درجة الأوزون الموجودة في المنطقة اللي هو جابها لي اللي هي كام؟ 150. تعالوا كده نقصهم من بعض، أهي 300 اللي هي درجة الأوزون الطبيعية، تمام؟ وهنجيب درجة الأوزون في المنطقة اللي هو اداها لي وهنقصهم من بعض. طبعا 300 ناقص 150 هتبقى 150 إيه؟ الوحدة بتاعة تأكل الأوزون اللي هي الدبسو. أنا عايزة النسبة المئوية. هجيب نسبة تأكل الأوزون دي، درجة تأكل الأوزون دي، وهقسمها على درجة الأوزون كلها وبعدين أضربها في 100. نكتب القانون الأول بتاعنا، النسبة المئوية أهي، هنجيب درجة تآكل الأوزون اللي أنا جبتها اللي هي 150 وهقسمها على درجة الأوزون الطبيعية اللي أنا عارفها أصلا اللي هي كام؟ 300. والناتج اللي يطلع هضربه في 100، الناتج طلع لي كام؟ 50. يبقى نسبة التآكل عندي هنا المئوية لتآكل الأوزون كام كده طلعت عندي؟ 50%. تمام كده يا سنة تانية؟ يبقى أنا لو عايزة أحسب عندي نسبة التآكل هجيب الأول درجة التآكل، هقسم درجة الأوزون الطبيعية اللي هم 300 من النسبة اللي هو مدهاني في المسألة، والرقم اللي يطلع عندي هقسمه على 300 وأضربه في 100 عشان أجيب النسبة المئوية عندي لتآكل طبقة الأوزون. طبعا تآكل درجة تآكل طبقة الأوزون دوت جاي من بعض الملوثات اللي بتحصل على الأرض فبتزود من ثقب الأوزون. ثقب الأوزون كل مدى يكتر، وطبعا اهميه طبقه الاوزون دي مهمه جدا بالنسبه لنا، واحنا عرفنا ان هي بتحمينا من الاشعه الضاره اللي موجوده من الشمس سواء البنفسجيه البعيده او المتوسطه، فاحنا لازم نحافظ على طبقه الاوزون دي بحيث ان الاضرار اللي جايه من الاشعه الفوق بنفسجيه ما توصلش للارض. طب ايه الملوثات اللي موجوده عشان بعد كده نقلل من استخدامها او نقلل منها اصلا؟ الملوثات طبقه الاوزون يا سنه تانيه اول حاجه فيها اسمها مركبات الكلوروفلوروكربون. المركبات دي ليها اسم تاني بتعرف باسم الفريونات، تمام؟ زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، ده اول مركب بيعمل تلوث في طبقه الاوزون اللي هو الكلوروفلوروكربون اللي هي بنسميها مين؟ الفريونات. بنستخدمها في ايه الفريونات في حياتنا احنا؟ بنستخدمها كماده مبرده في اجهزه التبريد زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، كمان بنستخدمها كماده دافعه للرذاذ الايروسولات اهي، كمادة نافخة في عبوات الفوم، الفوم اللي احنا بنستخدمهم، تمام؟ كمادة مذيبة في تنظيف الشرائح الدوائر الإلكترونية. يبقى المادة دي بنستخدمها استخدامات كتير، بس المادة دي بتعمل ايه سنة تانية؟ بتعمل تلوث لطبقة الأوزون، فاحنا المفروض إن احنا نقلل منها شوية. دي أول مركب اللي هو الفريونات اللي بتسبب تلوث طبقة الأوزون. عندي ملوثات تانية منها غاز بروميد الميثايل. الغاز دوت بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه كمبيد حشري لحماية المحاصيل الزراعية في المخازن. طبعا المحاصيل الزراعية بيحطها في المخازن، تمام؟ بيرشوا عليها مبيد، المبيد دوت عشان الحشرات، المبيد دوت اللي هو غاز بروميد الميثان. طبعا بنستخدمه، بس الغاز ده بيعمل ايه؟ من ملوثات طبقة الأوزون اللي بتزود تاني ثقب الأوزون. من ضمن الحاجات كمان اللي هي ملوثات طبقة الأوزون حاجة اسمها الهالونات. الهالونات دي بنستخدمها في إيه؟ بنستخدمها في إطفاء الحرائق التي لا تنطفئ بالماء. من ضمن الملوثات تاني اللي هي مين؟ الهالونات. آخر حاجة من ملوثات طبقة الأوزون حاجة اسمها أكاسيد النيتروجين. وأكاسيد النيتروجين دي تعتبر العوادم بتاعة الطائرات اللي بنسميها الكونكورد. يبقى احتراق وقود الطائرات الاسرع من الصوت اللي بنسميها الكونكورد ده يعتبر عوادم السيارات، العوادم بتاعه الطائرات الكونكورد، فده طبعا بيزود كمان من تآكل طبقه الاوزون ومن ملوثات طبقه الاوزون. تعالوا كده يا سنه تانيه مع بعض ناخد بعض التدريبات عن الجزء الاول من الدرس بتاعنا اللي هو تآكل طبقه الاوزون. اول سؤال عندي بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه، وجايب لي كده يتكون جزيء الأوزون من ثلاث ذرات، هل أرجون ولا أكسجين ولا هيدروجين ولا نيتروجين؟ طبعا احنا قلنا جزيء الأوزون ده يعتبر بيحصل على خطوتين، الخطوة الأولى عندنا قلنا
ان الاكسجين لما يمتص الاشعه فوق البنفسجيه، تمام، هيتحول لايه؟ لذرتين حرتين. تمام، الذره دي هتتحد تاني مع جزيء اكسجين وهيكون لي مين؟ غاز الاوزون. يبقى غاز الاوزون عندي بيتكون من 3 ذرات من غاز مين؟ ها، غاز الاكسجين. برافو يا سنه تانية. بيتكون جزيء الاوزون من 3 ذرات من الاكسجين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي سمك طبقه الاوزون، هل سمك طبقه الاوزون اللي موجوده فيه حاليا 40 كيلو متر ولا 20 كيلو متر ولا 3 مللي متر ولا 60 كيلو متر؟ احنا اصلا قلنا طبقه الاوزون موجوده في الستراتوسفير من ارتفاع 20 كيلو متر حتى 40 كيلو متر، فالسمك ده كله كام يا سنه تانيه؟ 40 ناقص 20 كام؟ 20 كيلو متر. برافو. اللي بعد كده بيقول لي تقدر درجه الاوزون بوحده، هل البار ولا البيكومتر ولا الدبسون ولا النانومتر؟ طبعا احنا قلنا درجة الأوزون منتسبة للعالم اللي اسمه ديبسون، برافو عليكم، اللي هو درجة وحدة الأوزون اللي هي 300 وحدة ديبسون. تسمح طبقة الأوزون بنفاذ الأشعة فوق بنفسجية البعيدة بنسبة 100% ولا 5% ولا 95% ولا 0%؟ تعالوا كده نراجعها مع بعض. احنا لما اتكلمنا سنة تانية عن الأشعة فوق بنفسجية قلنا إن ده سطح البحر، في أشعة عندي بعيدة، تمام، وفي أشعة عندي متوسطة، وفي عندي أشعة فوق بنفسجية قريبة. احنا قلنا القريبة دي كلها بتنزل للأرض، تمام، كل الأشعة اللي موجودة دي بتنزل عندي في الأرض، ماشي. الأشعة المتوسطة قلنا جزء بينزل منها والجزء التاني بتحجبه مين؟ طبقة الأوزون بتمتصه عشان هو مضر، فطبقة الأوزون بتمتصه. الأشعة البعيدة بقى كلها ما بتنزلش، صح؟ تمام. يعني أنا لو قلت كده دي هتنزل للأرض، لا يا ميس، ده 0% ما بينزلش للأرض، عشان كلها 100% ما بتنزلش، يبقى صفر بينزل، مفيش حاجة بتنزل، تمام. لكن أنا قلت لكم المتوسطة دي هنا بتحجبها بنسبة كام؟ 95%، يبقى 95% ما بتنزلش، يبقى بينزل كام بس؟ 5%. أما القريبة كلها يا ميس بتنزل، يعني بتحجب منها حاجة؟ لا، يعني يا ميس ما بتنزلش بنسبة صفر. هو هنا بيقول لي تسمح طبقة الأوزون بنفاذ الأشعة فوق بنفسجية البعيدة بنسبة كام؟ هي سمحت لها تنزل يا سنة تانية؟ لأ، ده بنسبة 0%، يعني ما نزلتش. لكن لو قال لي لا تسمح طبقة الأوزون هقول له 100%، لكن هي هنا سمحت لها بكام؟ ما سمحتلهاش بحاجة، يبقى بصفر. من ملوثات طبقة الأوزون مركبات نقط المستخدمة في عبوات الفوم. إحنا قلنا ملوثات طبقة الأوزون كتير، منها مركبات الكلوروفلورو كربون وبنستخدمها في حاجات كتير، منها بروميد الميثايل، منها الهالونات، منها اكاسيد النيتروجين. طب يا ترى عبوات الفوم دي هل بروميد الميثايل بنستخدمها؟ لا، ده بروميد الميثايل دوت يا ميس بنستخدمه كمبيد حشل. طب الهالونات هل بنستخدمها في عبوات الفوم؟ لا، ده الهالونات دي بنستخدمها في اطفاء الحرائق. طب اكاسيد النيتروجين، ده اكاسيد النيتروجين دي عبارة عن العوادم بتاعة طائرات الكونكورد، يبقى مش هي. طب الكلوروفلورو كربون، ده هو اللي هي بنسميها الفريونات، ودي بنستخدمها كمادة مبردة وكمان كمادة نافخة في عبوات الفوم، يبقى هنستخدم مين في دول؟ كلوروفلورو كربون. آخر سؤال عندي، تستخدم الهالونات في، احنا لسه قايلين من شوية ان الهالونات بنستخدمها في ايه سنة تانية؟ في اطفاء الحرائق، تمام. تعالوا كده نشوف ملخص الدرس كده مع بعض سنة تانية. احنا قلنا الدرس بتاعنا بيتكلم عن اخطار بتهدد طبقة الستراتوسفير، واخطار تاني بتهدد طبقة التروبوسفير. وقلنا اللي بيهدد طبقة الستراتوسفير اللي هو تآكل طبقة الأوزون، لأن طبقة الأوزون أصلا موجودة في الستراتوسفير. أما اللي بيهدد طبقة التروبوسفير اللي هنتكلم عنها بإذن الله الحصة الجاية،
ده ظاهرة اسمها الاحتلال العالمي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. النهاردة اتكلمنا عن اللي بيهدد طبقة الستراتوسفير، وقلنا إن هي تآكل طبقة الأوزون. قلنا أهم حاجة في طبقة الأوزون أهميتها. أهمية طبقة الأوزون، إحنا قلنا إن طبقة الأوزون دي بتعمل كدرع واقي لحماية الكائنات الحية من ضرر الأشعة الفوق بنفسجية سواء القريبة أو البعيدة، تمام؟ فهي بتمتص الأشعة البعيدة وجزء من الأشعة المتوسطة عشان تحافظ على حياة الكائنات الحية اللي موجودة فيها. ماشي، دي أول حاجة. رقم اتنين، اتكلمنا عن تركيب طبقة الأوزون، وقلنا طبقة الأوزون أصلا بتتكون من جزيء الأكسجين بيمتص جزيء الأكسجين بيمتص الأشعة الفوق بنفسجية فتتكسر الرابطة الموجودة اللي احنا قلنا رابطة التساومية الثنائية، وهيكون كل ذرتين أكسجين حرتين. كل ذرة أكسجين حرة هتقابل جزيء أكسجين تاني وتكون لي جزيء أو أوزون اللي هو بيتكون من O3، تمام؟ يبقى تركيبة بتتركب من 3 ذرات من الأكسجين. اتكلمنا بعد كده عن الملوثات، وقلنا ملوثات طبقة الأوزون عندي ملوثات الكلوروفلوروكربون، وقلنا بنستخدمها كمادة مبردة أو نافخة أو دافعة في رذاذ الأيروسولات، أو كمادة مذيبة بنستخدمها في تنظيف الدوائر شرائح الدوائر الإلكترونية. وبرده قلنا عن غاز البروميد الميثايل، وقلنا الهالونات، وقلنا أكسيد النيتروجين. من ضمن الحاجات اللي بدأوا يوقفوا إنتاجها اللي هي طائرات الكونكورد. طبعا احنا قلنا عوادم طائرات الكونكورد ديت هي طائرات أسرع من الصوت، بتطلع أكسيد النيتروجين، وأكسيد النيتروجين دي تعتبر من الملوثات لطبقة الأوزون وبتؤدي لتآكل طبقة الأوزون. فدلوقتي عملوا وقف إنتاج طائرات الكونكورد عشان العوادم بتاعتها فيها أكسيد النيتروجين اللي بتسبب تآكل طبقة الأوزون. يعني لو جه سألنا كده وقال لنا علل وقف إنتاج طائرات الكونكورد، هنقول لأن عوادمها بتحتوي على أكاسيد النيتروجين ودي بتسبب تآكل طبقة الأوزون. اتكلمنا عن بعد كده عن حماية طبقة الأوزون، وقلنا عشان نحمي طبقة الأوزون من ضمنها وقف إنتاج طائرات الكونكورد، وإحنا نقلل من الملوثات اللي بتسبب تآكل طبقة الأوزون. ده كان كده سنة تانية بالنسبة لأول تحديد لطبقة الستراتوسفير اللي هي تآكل طبقة الأوزون. إن شاء الله بإذن الله هنكمل بقية الدرس مع بعض إن شاء الله، اللي هي ظاهرة الاحترار العالمي. حد ليه أي سؤال يا سنة تانية؟ أنا معاكم. علي محمد. محمد، إحنا قلنا وجود طبقة الأوزون في الستراتوسفير عشان طبقة الأوزون دي أول طبقة الستراتوسفير، دي أول طبقة بتقابل الأشعة الفوق بنفسجية، وكمان فيها وفرة من غاز الأكسجين اللي هو أصلا بيستخدم في تكوين غاز الأوزون. إن أول طبقة بتقابل الأشعة الفوق بنفسجية فعلا هي طبقة الستراتوسفير. الأشعة الفوق بنفسجية ذات أثر كيميائي يا علي، بينما الأشعة تحت الحمراء ذات أثر حراري، تمام؟ هو ده السؤال اللي إحنا كده كده كنا هنتكلم عنها في آخر الدرس، بس الأشعة الفوق بنفسجية كيميائي لكن الحمراء حراري، وهنعرفها بعد كده في ظاهرة الاحترار العالمي، هنتكلم عنهم بالتفصيل سواء الأشعة الفوق بنفسجية أو اللي تحت الحمراء، تمام؟ تمام. السنة تانية أتمنى لكم التوفيق بإذن الله، ونكمل مع بعض بإذن الله الحلقة الجاية. كنت معاكم ميس إيمان سبيكة من محافظة مطروح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.